للمزيد حول استخدام إيران للميليشيات في العراق ودفعها لصراعات إقليمية وتداعيات ذلك على المستويين قصير الأمد والاستراتيجي، ينضم إلينا عبر سكايب من تورونتو أستاذ الفكر السياسي بجامعة يورك الدكتور صباح الناصري. أهلا بك دكتور صباح معنا. يعني في البداية أطرح عليك هذا السؤال، زعماء الميليشيات أعلنوا استعدادهم للانضمام لميليشيا حزب الله اللبناني حال اندلعت حرب شاملة في المنطقة، هل يعد هذا الموقف دعوة لإسرائيل للالتزام بما هو متفق عليه بينهم في بقاء المواجهة محدودة ودون أضرار؟ حياك الله. أول شيء طبعا تحية طيبة لحضرتك والمشاهدين. الفترة الماضية، الأشهر الماضية، أنا سميت التصعيد بين حزب الله وإسرائيل تصعيد منضبط. نعم. يعني في من ضمن ما تسمى قواعد الاشتباك. ولكن الآن أنا أعتقد أننا خرجنا من التصعيد المنضبط إلى تصعيد مفتوح وقابل لكل الاحتمالات، ومنها أيضا اجتياح جنوب لبنان من قبل إسرائيل. فبالتالي أنا أعتقد أنه إيران تحشد ميليشياتها وأسلحتها إلى آخره لدعم حزب الله، لأن حزب الله هو حقيقة هو وكيل إيران، هو حزب إيران اللي يتحكم في كل الميليشيات في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، من خلال إيران تتحكم بكل أذرعها في المنطقة. فبالتالي حزب الله مهم جدا بالنسبة لإيران، فتحشيد الميليشيات وتحشيد أسلحتها من دعم حزب الله، لأن هناك احتمال كبير أن إسرائيل تجتاح لبنان، بالذات بعد ما صرح نتنياهو أن الحرب في رفح وصلت إلى يعني تصعيد هذا في رفح وصل إلى مرحلة نهائية. يعني ينوه إلى فتح جبهة جديدة في جنوب لبنان. نعم دكتور صباح، لطالما بررت الميليشيات الولائية عدم قدرتها في الدخول بمواجهة مباشرة مع إسرائيل دعما لغزة بسبب القيود الجغرافية، ولكن حين اختص الأمر بحزب الله فإن هذه القيود التي كانت تلوح بها سابقا هذه الميليشيات انتفت هذه القيود وأعلنت الميليشيات ذهابها للبنان. ما هذه المفارقات؟ على ماذا تدل باعتقادك؟ نقطتين. النقطة الأولى، أول شيء أنا قلت من البداية بأنه 7 أكتوبر ما كان بالتنسيق أو بعلم إيران وحزب الله. نعم. إنما كانت قضية فلسطينية بحتة لأسباب أدرك الفلسطينيون في ذلك الوقت بأن حكومة نتنياهو اليمين المتطرف مشروعها هو ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية بل حتى غزة إلى إسرائيل الكبرى. وبدأ هذا المشروع في 23، وتتذكر أكثر من 170 فلسطيني في الضفة الغربية تم قتلهم، مئات تم احتجازهم، آلاف الدونمات تم استلابها من الأراضي إلى آخره. فهذا حدث فلسطيني بحت. إيران حاولت أن تركب الموجة لكن لم تنجح. وإيران حقيقة 7 أكتوبر لم يناسب إيران، ويعني بغض النظر عن تصريحات الدعم ولكنها كان شوكة في خاصرة إيران، ولم تدعم النضال الفلسطيني ومقاومة فلسطينية في غزة ضد إسرائيل. ولكن لما تتعلق قضية حزب الله المسألة تختلف. وهنا نأتي للنقطة الثانية، لوجستيا بما أن إيران تتحكم بالعراق وسوريا ولبنان من خلال أذرعها وميليشياتها المتحكمة بالقرار السياسي والعسكري والأمني في العراق وسوريا ولبنان، فلوجستيا من السهل عليها أن تحشد هذه الميليشيات، هذه الأذرع الميليشاوية والأسلحة اللي خزنتها في العراق وفي سوريا وفي لبنان من أجل دعم حزب الله، لأن حزب الله بالنسبة لها أهم من فلسطين والفلسطينيين وحماس وكل القضايا العربية الأخرى. وهذه المفارقة، أن إيران برغم كل ادعاءاتها عن تسليم فلسطين وتحرير القدس والدعم كلام فاضي، تريد فقط الحفاظ على هيمنتها. المشكلة الحقيقية اللي تواجهها إيران مثل ما واجهت إسرائيل، ولذلك أنا قلت إنه هذه كانت يعني شوكة في خاصرة إيران 7 أكتوبر. نعم. يعني سياسة الردع الإسرائيلي فشلت بعد 7 أكتوبر. 7 أكتوبر وضح إن سياسة الردع الإسرائيلي فشلت، ونفس الشيء بالنسبة لإيران. سياسة الردع الإيراني وآخرها اغتيال رئيسهم مش رئيسي أنا، وعبد اللهيان اغتياله داخل إيران، أوضح بأنه الردع الإيراني أيضا فشل. الاثنين في حالة فشل، والاثنين بحاجة إلى الحرب. نعم. من أجل وضع عليها هيمنتهم.
دكتور صباح، إعلان الميليشيات ذهابها للبنان في حال وقوع حرب موسعة، باعتقادكم هل هذا ما دفع الولايات المتحدة إلى ترشيح سفيرة جديدة في بغداد والتي كان على رأس أولويات عملها كما صرحت أمام الكونغرس تحجيم نفوذ الميليشيات ومواجهة أنشطة إيران الخبيثة كما وصفتها الولايات المتحدة؟ لا، القرار يعني من زمان مو جديد. لو نظرنا احنا في خلال ال 8 شهور الماضيه من شهر اكتوبر، نلاحظ ان هنالك مثل ما قلنا تصعيد منضبط وامكانيه توسيع رقعه الحرب، ولذلك امريكا حشدت اساطيلها اذا تتذكر في البحر الاحمر. نعم. البحر المتوسط حشدت اساطيلها، فبالتالي كانت تحاول ضبط ايقاع الحرب الاسرائيليه او الاحرى الإبادة الجماعية المجازر الإسرائيلية. نعم. في فلسطين حاولت أن تضبطها بشتى الوسائل من أجل يعني احتواء هذه الحرب ضمن قطاع غزة وعدم توسع الحرب. فبالتالي جزء من هذه الاستراتيجية هي أيضا تقليم أظافر الأذرع المشاوية لإيران وبالذات في العراق. نعم. وهذه وظيفة السفيرة الجديدة، ولكن أمريكا أو بالأحرى إدارة بايدن استطاع تقليم أظافر لعدة ميليشيات في العراق من خلال إعطائهم الحكم، انقلاب على التيار الصدري وإعطائهم الحكم والمال. نعم. العام والمصارف وإلى آخره. نعم. احتوتهم اقتصاديا وماليا إلى آخره، ويعني أدت إلى نزع سلاحهم. بقت هناك بعض الفصائل اللي ما كانت من جزء من هذه المعادلة، وهي هذه المشكلة الحقيقية اللي أمريكا تريد. نعم. تتعامل معها الآن. الآن ليس ببعيد عن حديثنا هذا إقرار الاحتفال بيوم الغدير والذي تبناه مقتدى الصدر دكتور صباح. نعم. إلى أي مدى ترى أن الصدر يحاول تقديم الولاء لإيران من خلال هكذا مناسبات لتسمح له بالعودة للمعترك السياسي كما يقول معهد واشنطن؟ نعم، التيار الصدري أدرك بعد يعني بعد فوزه بالانتخابات وانقلاب الإطار التنسيقي عليه ودعم إيران وأمريكا للإطار التنسيقي أن شعار لا شرقية ولا غربية. نعم. غير مجدي سياسيا، يعني واقعيا غير مجدي. فبالتالي أنا أعتقد الاتجاه الآن شرقيا أكثر من غربيا لسببين. الأول، التيار الصدري أتى بمشروع قانون ما يسمى عدم التطبيع مع إسرائيل، وهذا أيضا خدمة لإيران. والثاني قضية عيد الغدير، هذا أيضا رسالة إلى إيران. وبالتالي تصريح خامنئي بأن الإمامة في مقام أعلى من النبوة، مثل ما تعرف حضرتك ماكو صدق بالسياسة، فهذا يعني أن هنالك توافق، يعني احتمال أكو توافق ما بين التيار الوطني الشيعي وسياسة إيران الجديدة ما بعد الإطار التنسيقي اللي اتضح أنها تميل أكثر إلى أمريكا. نعم. بين التيار الصدري في الانتخابات القادمة. نعم. التيار الوطني الشيعي في هذا السياق يعني هيمنة المشروع الشيعي الآن الصدري مقابل الإطار التنسيقي، وطني بمعنى أبعد مجرد من الفضاء الشيعي إنما على العراق، وهذا يصب في مصلحة إيران بالتأكيد. نعم. طيب، بالتزامن مع احتفاء الصدر بما اعتبره نصرا من خلال إقرار يوم الغدير كعطلة رسمية دكتور صباح، أنت تعلم أن خامنئي قال مؤخرا إن الإمامة هي أعلى من مقام النبوة، بعيدا عن المسائل الفقهية الآن، هل هكذا تصريح يؤكد بأن العراق أصبح امتدادا لولاية الفقيه في طهران؟ يعني هذه مثل ما قلنا احنا ماكو صدق بالسياسة، يعني توافق هذا الخطاب لخامنئي، لا ننسى خامنئي سياسي. نعم. وليس رجل دين، رجل دين فقط بالشكل، الجلباب ديني ولكن رجل سياسي، ويريد الحفاظ على هيمنة المشروع الفارسي في غطاء شيعي في. نعم. المنطقة، ويريد أبعد من ذلك، يريد أن يقول لما يدعي أن الإمامة فوق النبوة، يدعي بأن إيران طهران وخامنئي في منزلة أعلى من المملكة ومكة والإسلام. نعم. ما يسمى السني، بمعنى هو يريد أن يكون مركز المركز الجديد للإسلام وقبلة الإسلام. ماذا يعني هذا سياسيا؟ هذا يعني كل الأذرع الميليشياوية سواء كانت من إخوان المسلمين أو حركات شيعية تأخذ أمرها من خامنئي،
وليس من حكوماتها أو دولها. هذا محاولة لفرض هيمنة لإيران مثل ما قلنا نتيجة ل يعني ضعف سياسة الردع الإيرانية، يحاول أن يفرض الآن القرار السياسي وليس فقط الأمني والعسكري على كل القوى خارج إيران أن تتبع المرشد الأعلى، وهذا أيضا يضمن يطبق على التيار الصدري أيضا، يعني جزء من ما يسمى ولاية الفقيه بس بشكل أبعد من كونه إقليميا، إنما يأخذ طابع خلصني كوني، طابع دولي، وكأنه يريد أن يقول بأن إيران في مقام روسيا والصين والهند وهكذا وإسرائيل. أستاذ الفكر السياسي بجامعة يورك الدكتور صباح الناصري، شكرا جزيلا لك.